السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم من جديد في قناة فسر حلمك مع نسمة خاطر. النهاردة إن شاء الله هفسر رؤية الجرجير في منام البنت العزباء والمرأة المتزوجة. للأسف رؤية الجرجير رغم إن هو يعني الواحد لما يصحى من النوم ويشوف جرجير كتير بيكون حاسس بإحساس كويس قوي، ولكن الرؤية دي معظم المفسرين اجتمعوا إن دي رؤية غير محمودة، ولكن المرأة المتزوجة فيها جزء محمود من الرؤية دي. يعني الرؤية دي كده في جزء منها محمود للمرأة المتزوجة، لكن البنت العزباء الرؤية دي بالنسبة لها غير محمودة بالمرة إلا في بعض التفاصيل المعينة، أو لو حد حكالي حلم وعايز تفسيره. تمام؟ النهاردة أنا هلم التفاصيل اللي أقدر عليها زي ما احنا متعودين حوالين رؤية الجرجير للمرأة المتزوجة والبنت العزباء، ولكن زي ما احنا متعودين اللي محتار في تفسير أي رؤية اشتركوا في القناة واكتبوا الرؤية اللي انتوا عايزينها، وأنا بإذن الله هرد عليكم في نفس اليوم. عايزة أقول لكم رؤية الجرجير في منام البنت العزباء بيدل على خيبة أمل هي حاسة بيها، أو بتدل على عدم قدرتها على مواجهة الصعاب اللي في حياتها. تمام؟ يعني هي مش ما عندهاش القدره انها تتحدى الصعاب اللي في حياتها، ما عندهاش القدره ان هي تقف قدام اي حاجه صعبه في حياتها. وممكن تكون في خيبه امل هي حاسه بيها من ناحيه حاجه كان نفسها فيها، او من ناحيه شخص في حياتها، ايا كان الحاجه اللي هي حاسه بيها بخيبه امل فيها. تمام؟ طيب رؤيه الجرجير الكتير في منام البنت العزباء حاجه من الاتنين، يا اما الرؤية دي بتكون دليل على انها هتتأخر شوية في الزواج، يا اما الرؤية دي بتكون دليل على الحالة النفسية السيئة اللي هي فيها، حاجة من الاتنين دول. تمام؟ كمان رؤية الجرجير بتدل في بعض الاحيان على كثرة المشاكل مع الاهل، ان هي عندها مشاكل كتير مع اهلها، او بتدل على خسارة اموال او اخبار سيئة، كل ده ممكن يكون من رؤية الجرجير للأسف الشديد. طيب رؤية الجرجير في منام المرأة المتزوجة اختلفوا عليه العلماء، في اما في جزء محمود وفي جزء غير محمود في بعض الأحيان، وفي علماء تانيين قالوا ان رؤية الجرجير كلها محمودة وجميلة للمرأة المتزوجة. اول حاجة رؤية الجرجير في منام المرأة المتزوجة بتكون دليل على الاستقرار النفسي الكويس جدا والحالة النفسية الكويسة جدا اللي بتعيشها مع زوجها. طيب العكس بقى اللي اتقال، ان رؤية الجرجير في منام المرأة المتزوجة بيكون دليل على كثرة الخلافات والمشاكل مع الزوج، ولكن اكل الجرجير في منام المرأة المتزوجة بيكون دليل على زوال المشاكل والهموم دي كلها. تمام؟ رؤية الجرجير كمان في منام المرأة المتزوجة بيكون دليل على ان هي تبقى حذرة من الاشخاص المقربين اليها، اصدقاء او اهل، لان فيهم حاقدين وحاسدين كتير جدا عليها. تمام؟ طيب برضه رؤية الجرجير لازم أقولها للأسف، يعني ممكن يكون معناها إن في خسارة مال جايلها، أو في أخبار سيئة جايلها في الطريق، ولكن طبعا اللي يشوف رؤية زي كده ويكون عارف تفسيرها ما تحكوهاش كتير، وادعوا إن ربنا يشيل عنكو أي بلاء، وكمان الصدقات بترفع أي بلاء وأي حاجة وحشة. لو محتارين في تفسير اي رؤيه زي ما قلت لكم اشتركوا في القناه واكتبوا الرؤيه اللي انتوا عايزينها، وانا هرد عليكم في نفس اليوم. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.